السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في قناتي، قناة كوني الأجمل مع لولو. منوريني يا حبايب قلبي في فيديو جديد النهاردة. إن شاء الله يكون فيديو مختلف، فيديو رهيب جدا يا بنات عن الشعر. بجد عرفت مكون ومنتج رهيب جدا لتطويل الشعر، القضاء على الهيشان، كمان هتعالجي تلف الشعر بكل سهولة. البنات اللي هي شعرها عاجز وما بيطولش، إن شاء الله بالمكون الرهيب ده يا بنات ان شاء الله هتقدري ان انتي تقضي على كل المشاكل دي، وهو بمكون واحد بس، وهو يا بنات نبات السدر. السدر دوت من احلى الحاجات بجد اللي بتأثر جدا على الشعر، وفي فترة يعني قصيرة جدا وفي مدة كويسية. بجد لو عايزة شعرك يبقى زي اخواتنا الخليجيات من طول وكثافة ولمعان، يعني ما شاء الله على شعورهم، بجد من احلى الشعور، بسبب يا بنات ان هم معتمدين بجد وصفة السدر دي على طول بيطبقوها. فان شاء الله بقى قبل ما نقول لكم النهارده على المعلومات الرهيبه يا بنات عن نبات السدر، ما تنسوش بقى حبايب قلبي تدعموا قناتي بلايك كده حلو على الفيديو، وتشتركوا عندي في القناه لو القناه عجباكم، واهم حاجه بقى تفعلي زر الجرس يا قمر عشان يوصلك اشعار بكل الوصفات الجديده اللي انا بعملها. ويلا بينا يا بنات تعالوا نشوف ايه هي حكايه نبات السدر اللي بجد بيأثر جدا تأثير ايجابي على الشعرايه. قوة السدر بقى يا بنات دي ان شاء الله هتقضيلك على تلف الشعر، هتقضيلك على البنات اللي هم عندهم هيشان، عندهم جفاف في الشعراية، هتطولي وتنعمي الشعر في مدة قصيرة جدا. بجد السدر ده طلع ان هو يا بنات بجد مفيد، مفيد جدا لدرجة ان لازم كلنا نطبقه على الشعر، ويكون من ضمن برنامج العناية كده بتاعك اللي انت تدخليه اساسي، يبقى كل اسبوع معانا. زي ما انا قلت لكم يا حبايبي ان فعلا نبات السدر دوت لازم نطبقه، لان هيفوتكم كتير جدا لو انتوا بجد النبات ده ما استفدتوش بيه. ونبات السدر ده يا بنات من اكتر بجد المنتجات الافكتيف جدا، واللي بتأثر تأثير ايجابي وسريع جدا على الشعراية. وان شاء الله يا بنات ركزوا بقى معايا في فيديو النهاردة، علشان هقول لكم على معلومات تحفة جدا. اول حاجة السدر بقى دوت ينفع لاصحاب اللي هم الشعر الجاف، البنات اللي شعرهم جاف هيكون في منتهى الروعة ليهم، وكمان هيزيل القشرة للبنات اللي بتعاني من القشرة. وخلال 10 ايام ان شاء الله من استخدامكم بقى للشامبو اللي انا هقول لكم عليه، اللي هو من المكون الاساسي اللي هيكون معانا النهاردة في الشامبو ده، هيكون السدر. وان شاء الله يا بنات مش هتلاقوا قشرة تاني خالص في شعوركم بعد استخدامكم لنبات السدر ده، لانه فعلا بيقضي على القشرة تماما. وان شاء الله بقى البنات اللي هي بيكون شعرها تالف ومقصف وهايش، ان شاء الله نبات السدر ده والشامبو والماسك اللي هنعمله النهاردة هيكون فعال جدا، لانه هيغذي يا بنات بصيلة الشعر، وكمان هيرطب معاكم الشعر جدا بعد الاستعمال. في بقى طبعا اصحاب الشعر الدهني هيبداوا ان هم هيعملوا هيطبقوا معانا الماسك بتاع النهارده، بس ياخدوا بالهم احنا دلوقتي النهارده هنضيف كذا نوع زيت على المكون السدر ده، على نبات السدر. اصحاب الشعر الدهني ممكن يضيفوا معانا بدل ما هيضيفوا نوعين من الزيت يضيفوا نوع واحد بس، وممكن يستغنوا عن الزيت خالص، لان طبعا شعرهم بطبيعته بيفرز زيوت طبيعيه، فممكن يتجنبوا موضوع ان هم يضيفوا على شامبو السدر ده اي زيوت خالص، لان يعني ما شاء الله عندهم يعني الشعراية او السدر بقى ده يا بنات يعني طلع فيه حاجات حلوة جدا مفيدة ومغذية للشعر، فيه عناصر مفيدة جدا زي الحديد والمغنيسيوم، وعندنا كمان في مادة اسمها الصابونين. الصابونين ده يا بنات عبارة عن رغوة طبيعية كده موجودة فيه بنسبة حلوة، مش بتضر الشعراية خالص. وبعدين بقى يلا بينا هقول لكم على الشامبو ازاي هنحضره. اول حاجة يا بنات هنجيب ورق السدر، طبعا زي ما احنا عارفين ورق السدر ده اللي هو ورق النبق، بنجيبه من عند اي عطار، بنجيبه كده اوراق صحيحة وفي منه المطحون، فاحنا هنجيب المطحون. لو معرفتيش تجيبيه هتجيبي الورق اللي هو السليم ده، وهتبدأي ان انتي تاخديه كده في اي هاند بلندر عندك او اي كبة تطحنيه فيه كويس جدا، وعايزينه كده زي البودر بالظبط اللي هو بيبقى مطحون جاهز. وبعد كده يا بنات بعد ما هتتأكدي ان هو بقى بودر هتصفيه زي ما انا قلتلك في مصفى كده عندك،
وتتأكدي ان انتي صفتيه كذا مرة، عشان انا عايزاه ناعم جدا عشان اما يجي يتحط على شعرك تعرفي ايه بعد كده تغسليه. بعد كده يا بنات بقى عشان نعمل الشامبو هنجيب معلقة كبيرة من مطحون الصدر ده زي ما انا قلتلكم، وهنحط عليهم كوباية مية ونبدأ نضربهم في الخلاط ضرب جامد جدا بحيث نتأكد ان كل المكونات امتزجت مع بعضها، وعشان نبتدي ان احنا نطلع كل المواد الفعالة الموجودة في ايه في نبات الصدر ده يا بنات. وبعد كده بقى هنجيب نوع من الشامبو يكون عندك، ويفضل ان هو يكون شامبو طبي او شامبو اطفال، نحط معلقة منه على المكونات اللي عندي اللي هو كوباية المية ومعلقة الصدر او معلقتين الصدر اللي احنا حطيناهم، ماشي. وبعد كده هنقلبهم كويس جدا تاني. بعد كده بقى الاضافات اللي بعد كده هنضيف 8 نقط يا بنات، 8 نقط من زيت اكليل الجبل او الروزميري، وعليهم كمان 8 زي ما انا قلت لكم اهم حاجة 8 نقط من زيت جنين القمح. بعد كده بقى اخر اضافة هنضيف معلقة صغيرة من خل التفاح، وبعد كده هناخد كل المكونات دي تاني ونعيد عليهم نضربهم تاني في الهاند بلندر بحيث كل المكونات دي تمتزج كويس مع بعضها. وبعد كده يا بنات هنرجع ناخد المكونات دي بقى ونصفيها لو عندك قطعة شاش، عشان تتأكدي ان انت صفيتي كل المكونات دي كويس جدا هتبدأي ان انت تصفيها عشان تمنعي ان اي شوائب تدخل في الشامبو اللي احنا عاملينه ده. مش عايزة اي قطع صدر صغيرة من نبات الصدر تدخل معانا عشان ما تلزقش في شعرك واما تيجي بعد كده تغسليه تقابلي مشكلة، تمام. وبعد كده يا بنات بقى بعد ما احنا كده حضرنا الشامبو ده معانا هتبدأي ان انتي تستعمليه على شعرك وانتي بتاخدي الشاور مرتين في الاسبوع، وترغيه على شعرك كده وتتأكدي ان هو دخل من الجذور لحد الاطراف كويس جدا. وبعد كده يا بنات بقى بالنسبة للماسك اللي هنعمله ده كده الشامبو، الماسك بقى اللي هنعمله بنفس الطريقة، بس هناخد بقى 3 معالق، هنزود شوية كمية الصدر، هناخد 3 معالق عشان عايزاه يبقى تقيل وكريمي كده مش عايزاه خفيف، ونضربهم برضو كويس جدا. وبعد كده تفرديه نضربهم برضو، نحط عليهم شوية مية كده ونضربهم كويس جدا، وايه وبعد كده هتوزعيه بقى من الجذور لحد الاطراف، تمام. وبعد كده يا بنات بقى ايه هتعملي الشامبو ده الماسك ده. وبعد كده بقى يا امارات الماسك ده هنطبقه مرتين زي ما انا قلت لكم في الاسبوع، والشامبو هنغسل بيه شعرنا مره. بعد ما هتسيبيه ساعتين على شعرك هتيجي تغسليه تشطفيه بميه عادي جدا، لان زي ما انا قلت لكم ان نبات الصدر ده بيحتوي على ماده اسمها ماده الصابونين، بيبقى فيه رغوه حلوه على الشعر وبجد هينضف شعرك من الجذور للاطراف. هتلاقي شعرك دوت بقى فله وبقى نضف، يعني نضف بطريقه حلوه جدا احسن من الشامبوهات الصناعيه بتاعتنا اللي احنا بنجيبها. ولو استمريتي بقى عليه الماسك هنحطه مرتين في الاسبوع لمده ساعتين وتشطفيه بميه عادي، والشامبو كده كده معانا هنستعمله مره واحده في الاسبوع، فايه هتلاقي شعرك طول الوقت نضيف، مع بقى بجانب شعر طويل جدا، هتحصلي على شعر طويل زي ما انا قلت لك زي اخواتنا الخليجيين البنات اللي في دول الخليج، لان هم معتمدين نبات الصدر ده يا بنات وبيستعملوه على طول. هتلاقي شعرك لامع، هتقضي على التقصف، يعني شعرك هيطول ما شاء الله، هيبقى طويل جدا، هيبقى لامع زي ما انا قلت لك، صحي، هيبقى يعني بسم الله ما شاء الله هيتغير 360 درجة. بس اهم حاجة تواظبي على الوصفة دي وتعمليها زي ما انا قلتلك بالظبط، وبجد يا بنات من احلى الوصفات اللي بتجيب نتائج هايلة ونتائج مذهلة على الشعر. فاتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي وتطبقوها بالظبط زي ما انا قلتلكم. واي سؤال او استفسار عن الوصفة اكتبولي في كومنت وانا هرد عليكم فورا. واستنوني بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة.